السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مريم شفيق، وبهذا الفيديو رح أقدم لكم طريقة صناعة بازل قارات العالم السبعة وبأدوات متوفرة في المنزل. الطريقة هاي كلفتني ماديا أقل من دولار واحد، وأخذت مني تقريبا ساعتين متواصلات من الشغل اليدوي. الأدوات والطريقة رح أحكيها بالتفصيل. بداية، الأداة هاي مصنوعة من الكرتون، فأول مادة رح أحتاجها هي كرتون مقوى. رح أقص منه 4 دوائر متساويات بحجم مناسب. بفضل إنه يكون حجمها كبير شوي لحتى طريقة الصنع تكون سهلة علي، وطريقة استخدام النشاط تكون أسهل للطفل. طبعا هون استخدمت لقص الكرتون مشرط حاد. بدنا ننتبه أثناء استخدام المشرط، وننتبه حتى إنه ما يكون أطفال حوالينا وإحنا عم بنجهز الكرتون. هلا ال4 دوائر صاروا جاهزات، رح ارسم على دائرتين منهم قارات العالم، والدائرتين اللي ضلوا رح استخدمهم كقاعدة للبازل. هلا بنرسم القارات. ممكن ترسم القارات فوق الكرتون مباشرة، او تطبعوا القارات على ورق طباعة وتستخدموا ورق الكربونة او ورق الكربون لنقل الاشكال على الكرتون مثل ما انا عملت هون. نقلت باستخدام ورق الكربون صور القارات على الكرتون الدائري اللي عندي. هيك بس بضل علي أحدد القارات وأشيلها من مكانها، طبعا باستخدام أداة حادة مثل ما أنا قلت لكم، أنا بستخدم هون المشرط الحاد. طبعا لازم نستخدمه بدقة عالية. هيك القارات صاروا جاهزين، نقدر نشيلهم من مكانهم ونرجعهم بكل سهولة. طبعا مثل ما قلت لكم، هاي الطريقة كلفتني ماديا تقريبا دولار واحد حق الدبابيس اللي استخدمتهم كمقابض. هلا بورجيكم الدبابيس. والألوان كانوا موجودين عندي من قبل، الكرتون كان موجود عندي من قبل. طيب هلا بضل علينا تلوين القارات والمحيطات. طبعا عملية التلوين مع وجود أطفال في المنزل صارت حفلة ألوان، وأطفالي أكيد اقترحوا علي مساعدتي. بعد ما جفوا الألوان، أنا هون استخدمت ألوان إكريليك، بدها شوية وقت لتجف. رح نستعمل الغراء الأبيض لنلصق قاعدة البازل. آخر شي رح نستعمل دبابيس ونثبتها فوق القارات لتكون مقابض ليمسكها الطفل ويتحكم فيها. وهيك الأداة صارت جاهزة، بنقدر نقدمها للطفل.